بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، سنقوم معا بشرح الدرس الثاني من مادة العلوم للصف الثالث الابتدائي مع حل تدريبات الوحدة الأولى: النباتات وأجزاؤها. النبات وأجزاء النبات. ما النباتات؟ خلق الله النباتات مختلفة في أشكالها وأحجامها، فمنها الأشجار الكبيرة العالية والنباتات الصغيرة جدا. وتتشابه النباتات في أنها تقوم بصنع غذائها بنفسها. أهم حاجة في النبات سواء كبير أو صغير هو يصنع غذاءه بنفسه، لا يعتمد على مخلوق حي آخر في غذاء. فهي لا تأكل مخلوقات حية أخرى لتحصل على غذائها كما هو الحال في الحيوانات، وإنما تستخدم طاقة الشمس لتصنع الغذاء، بتستخدم الطاقة الشمسية لتصنع غذائها. تستخدم الطاقة من الشمس لتصنع غذائها، إذا هي تصنع غذائها بنفسها. ومن خصائص النباتات أن معظمها يحتوي على أجزاء خضراء، دي مهمة جدا نعرف. معظم النباتات بيحتوي على أجزاء خضراء تساعدها على صنع الغذاء. الورقة الخضراء هي التي تصنع غذاء النبات في عملية تسمى عملية البناء الضوئي. نركز ونعرف ان معظم النباتات فيها مادة خضراء. فيها ايه؟ مادة خضراء، دي اهم نقطة مهمة، اجزاء خضراء. ولا تستطيع النباتات الانتقال من مكان الى اخر. ايضا النباتات لا تتحرك مثل الحيوانات. نبات، اي نبات، شوفوا هنا في النبات هذا فيه اوراق وساق وجذور. جذور تحتها، وفي الساق الطويلة والأوراق حواليها، وفي زهور أو ثمار. ننزل تحت أهو، أيضا في جذور وفي أوراق وفي زهور وثمار. تعال نشوف هنا، بيقول لي معظم النباتات لها التراكيب أو الأجزاء الرئيسية نفسها اللي هي الجذور والساق والأوراق. هذه الأجزاء تساعد النبات على الحصول على ما يحتاج إليه لكي يعيش، كما أن بعض النباتات لها أزهار وثمار تساعدها على التكاثر. بياخذوا الزهرة هذه، بتخلي في عملية تكاثر عن طريق عملية الحيوانات والرياح بتلقحها تنمو وتتكاثر. كذلك الثمار بيكون لها بذور بنزرعها وتتكاثر من خلال. بل الأجزاء الرئيسية الثلاثة في معظم النباتات لسه قايلينهم حالا. أنا أقول لهم أهو: الجذر والساق والأوراق. دي الحاجات الرئيسية، في بقى بذور وثمار وأزهار، في ثمار وأزهار دي حاجة تانية، لكن الثلاثة دول الجذر والساق والأوراق، كل لازم أي نبات فيه. معظم النباتات ليس لها أجزاء تمكنها من أن تتغذى على مخلوقات حية أخرى. ما سبب ذلك؟ ليه؟ لأنها تصنع غذاءها، لأنها تصنع إيه؟ غذاءها بنفسها. هي بتصنع غذاءها بنفسها، ما تحتاج يكون لها جزء تتغذى به على غيرها. ما أهمية الجذور؟ هنتعرف بقى على أهمية الجذور والساق والأوراق. الجذور، عرفت أن النباتات تحتاج إلى الماء لتعيش، فكيف تحصل عليه؟ للنباتات أو للنبات الجذور. هي تراكيب تقوم بامتصاص الماء من التربة. الجذر بيمتص الماء، ويمتص أيضا الأملاح المعدنية، وهي العناصر الغذائية الضرورية للنبات، وتكون ذائبة في الماء. يعني النبات ده عشان يكبر محتاج حاجة يتغذى عليه، إيه هي؟ الماء. وإيه كمان؟ الأملاح المعدنية اللي هي بتكبر، زي النيتروجين كالسيوم. كل هذه الأملاح مذابة في التربة، والماء يمتصها الجذر مع الماء من التربة، ويكبر النبات بعد ذلك بسبب هذه الأملاح المعدنية مع الماء. الجذر يمتص الماء والأملاح المعدنية ويثبت النبات، ويثبت النبات. دي فائدة الجذر. كما تقوم الجذور بتثبيت النبات في التربة، ولكي تقوم الجذور بوظيفتها فإنها تنتشر وتمتد وتتوغل داخل التربة. وهناك أنواع مختلفة من الجذور، منها الجذور الوتدية كما في الجزر والفجل، والجذور الليفية كما في نبات البصل والقمح.
عشان اقول لك اهو، شوف هنا الفجل واحد بس كده، وتد زي الوتد يعني اللي بندقه في الخيمه في الرمايه. اما اللي تحت خالص هذا ليفي، يعني متفرع كتير، اللي هو البصل والقمح والشعير. يبقى عندي جذور وتديه مثل الفجل والجزر، والجذور الليفيه مثل البصل والقمح والشعير. وتعمل جذور بعض النباتات على تخزين الماء الذي يساعد المخلوقات الحية على النمو والبقاء في صحة جيدة. ومنها نبات الفجل ونبات الجزر اللذان نأكلهما. دي جذور، الفجل والجزر دي جذور احنا بناكلها ونحصل على الغذاء المتخزن داخله. أوراق شجر النخيل تعصف بها الرياح، بينما تمسك الجذور بالتربة بأحكام. يعني التربة اللي فيها الجذور بتاع النخلة هي اللي مثبتاه، لأن هذه الجذور اللي فيها عميقة تحت شديدة تثبت النخلة. لو لم تكن هناك جذور لسقطت النخلة. إذن فائدة الجذور غير امتصاص الماء والأملاح تثبيت النبات. وبعض الجذور نأكلها ونحصل على الغذاء مثل الجزر والفجل. تعالوا بقى نشوف الساق. تشكل الساق قوام النبات، يعني التخين ولا رفيع كده، زي قوامك انت، كنت طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع. يبقى قوام النبات بيشكل الساق، ويحمل بعض اجزاء النبات مثل الاوراق التي تستخدم في اشعه الشمس اللي تصنع الغذاء داخله. يبقى فائده الساق هو اول حاجه يحمل الاوراق، يحمل الأوراق ويشكل قوام النبات. الأوراق دي هي اللي بتستخدم أشعة الشمس اللي تصنع الغذاء داخل. كمان الساق بتنقل الماء والأملاح المعدنية من الجذر إلى الأوراق وبقية الأجزاء. لو ما فيش ساق، في بعض النباتات ليس لها ساق، الجذر للورق على طول. ولكن الساق عامة في أي نبات تشكل القوام للنبات، وتأخذ الماء والأملاح من الجذر إلى الأوراق وبقية أجزاء النبات وتحمل الأوراق والثمار. والسقان أشكال وأنواع مختلفة، فمنها الطري الغض اسمها الساق اللينة، كساق نبات النعناع والبقدونس والقرفس، دي ساق لينة طرية. ومنها الخشبي الصلب كسيقان الأشجار والنخيل، قوية عشان تقدر تحمل الفروع والأغصان والثمار. يبقى عندي ساق لينة غضة كالنعناع والبقدونس والقرفس، وساق خشبية صلبة كالأشجار والنخيل. كيف تساعد السيقان النبات على الحصول على النباتات على الحصول على الحاجات؟ أقول لهم توصل الماء والأملاح من الجذر للأوراق والنبات وتحمل الأوراق. واحنا قلنا ان هي بتشكل القوام بس علشان نكفي. ماذا يحدث للنبات في حالة إصابة بعض الجذور بالتلف؟ يموت. ليه؟ لأن الجذور هي اللي بتمص تدي له المية والأملاح. يبقى هنقول له لو كده هو يموت خلاص. ساق هذه الشجرة خشبية عريضة، شايفين؟ نخلة وطويلة. أما النباتات المحيطة بها فسيقانها لينة خضراء، اللي تحت خالص لينة خضراء، والنخلة خشبية عريضة وطويلة. شوفوا النخل ده اللي تحت خالص لينة خضراء، الساق النخلة خشبية. ما أهمية الأوراق؟ تحدثنا عن الساق والجذور، قلنا الورقة هي تركيب هيئه الله تبارك تعالى لصنع الغذاء للنبات، لصنع الغذاء للنبات. تقوم الورقة بصنع الغذاء بعملية البناء الضوئي. من اللي بيصنع
الغذاء للنبات الورقة في أي عملية؟ عملية البناء الضوئي، حيث تستخدم طاقة الشمس والمادة الخضراء لتحول ثاني أكسيد الكربون والماء إلى سكريات. توفر الغذاء والطاقة للنبات لينمو. الآن اللي بيحصل في عملية البناء الضوئي، ناخد ثاني أكسيد الكربون والماء وضوء الشمس، طاقة الشمس وماء وثاني أكسيد الكربون داخل الورقة يعطوني سكريات وغذاء للنبات لينمو، وثاني أكسيد الكربون يخرج يتنفس احنا، وقصدي يخرج غاز ثاني الأكسجين فنتنفس منه. يبقى الورقة والنبات مهم جدا للإنسان والحيوان، لأنه بياخد ثاني أكسيد الكربون اللي احنا نطلعه في عملية الزفير، ويعطينا أكسجين اللي احنا بنتنفسه ونعيش عليه. تاني عملية البناء الضوئي، ثلاثة يدخلهم يطلع اثنين، يدخل طاقة شمسية ثاني أكسيد كربون ماء، يخرج سكريات وأكسجين. السكريات بتوفر الغذاء والطاقة للنبات، والأكسجين بيوفر الهواء اللي بنتنفسه احنا والحيوان. خلال عملية البناء الضوئي يطلق النبات غاز الأكسجين من خلال الورقة، وهو الغاز الضروري لحياة الإنسان والحيوان. وللأوراق أشكال وأحجام مختلفة، منها الإبرية شبه الإبرة مثل شجر الأسل، ومنها المنبسطة كورق العنب. أهلا هقول لكم أهو، شوف ورق العنب عريض دي منبسطة، واللي تحت دي إبرية يعني ملفوفة. ليه؟ ليه هي إبرية؟ لتخزن الماء داخلها، لأنها بتنمو في الصحراء محتاجة تحافظ عليه. ورق العنب هذا بينمو في بيئة فيها ميه كتير، مش محتاج، فبيشرب ميه كتير فبيبقى منبسط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل ورقة وكل نبات ما يجعله يعيش في بيئته. مثلا الصبار تلاقي ورقته عريضة وعليها طبقة زيتية حتى لا تبخرها أشعة الشمس في الصحراء. نروح، كيف تساعد الأوراق النبات على العيش؟ لسه قايلين من شوية، هو بصي مده بالغذاء اللي هو بالسكر، وهو غذاء النبات من خلال عملية البناء الضوئي. هي بتاخد ثاني اكسيد الكربون وطاقه الشمس وماء، فهي اللي بتعطي للنبات السكر اللي هو الغذاء اللي عايش عليه. لو ما تمده بالسكر وهو غذاء النبات من خلال عمليه البناء الضوئي. كيف يتغير الهواء اذا كان هناك عدد اقل من النباتات؟ تقول له يقل فيه الاكسجين. ليه؟ لان النبات هو اللي بيطلع الاكسجين، لو ما فيش نبات الاكسجين هيقل. لذلك انت لما بتكون في مكان فيه نبات بتحس ان انت مستريح، ليه؟ بتتنفس براحه لان عندك اكسجين كثير. هنا عمليه البناء الضوئي، كما نرى عمليه البناء الضوئي، شوف ضوء الشمس اهو، تمتص الاوراق، كمان ثاني اكسيد الكربون اهو، ثاني اكسيد الكربون ده اهو يدخل عبر ثغور الاوراق، وكمان اللي تحت خالص الماء والماء اهو، ثلاث حاجات دول كلهم داخلين اهو، اكسجين وماء وضوء شمس. هيخرج ايه بقى؟ قصدي ثاني اكسيد الكربون وماء وضوء شمس، هيخرج الاكسجين ده اهو اهو، وهيخرج الغذاء الذي صنع في الورقة لينتقل الى بقية اجزاء النبات. يبقى انا عندي هعلم لكم عليهم بالوان مختلفه احسن، او خلي بالك هنخلي اللي خارج احمر اهو، خرج ايه؟ اكسجين وسكر اللي هو الغذاء لبقيه اجزاء النبات. طب اللي داخل الثلاثه التانيين دهم ضوء شمس ثاني اكسيد كربون ماء،
دخلهم لو الورقة مش موجودة كانت هتحصل مشكلة كبيرة جدا، لأن ما فيش عملية البناء الضوئي لن تتم. ما الغاز الذي ينتجه النبات عندما يصنع غذاءه؟ قلنا الأكسجين. اللي بينتجه الأكسجين هو بياخد ثاني أكسيد الكربون وينتجه. انظر إلى السهم الذي يتجه بعيدا إلى النبات. قلنا خلاص ما فهمناه طبعا. نمسح. تعالوا نراجع. ما المقصود بالبناء الضوئي؟ لسه قايلين الوقت من شوية، البناء الضوئي أو عملية تتم في الورقة، تأخذ الماء ثاني أكسيد الكربون والشمس وتخرج السكريات للنبات والأكسجين للإنسان والحيوان. أكتبها لكم في الحتة الفاضية ده اهي اهو عشان تشوفوه اهي. ما الوظائف التي تؤديها أجزاء النبات المختلفة للاستمرار في الحياة؟ موجودة عندك اهي قصادك على طول عشان ما نقعدش نكتب كتير. خلي بالك هنا مكتوب، هنا الجذور اهي. الجذور تمتص الماء والاملاح المعدنيه، الصيقان تحمل النباتات كذا، الاوراق تستخدم عشان ما اكتبهاش تاني. تقول له الجذور بتعمل كذا، الصيقان بتعمل كذا، الاوراق بتعمل كذا، بس عشان لا نضيع وقت. ما الوظيفه الرئيسيه للجذور؟ نمسح دول بس على السريع كده. نطلع فوق شوية. هنا بيسألني سؤال تفكير ناقد، فيما تختلف النباتات عن الحيوانات؟ أقول له النبات يصنع غذاءه بنفسه ولا يتحرك بنفسه ولا ايه ولا يتحرك. لكن العكس بقى، ان الحيوان يتغذى على غيره وايه ويتحرك. طيب ما الوظيفة الرئيسية لجذور النبات؟ او تمده بالماء والأملاح وتثبته عشان ما نطولش. هنا بيقول لي سؤال مهم جدا، بيقول هو هنا تمتص الأملاح اهي، هو عاوزنا نختار من هنا اهي اهي تمتص الماء والأملاح المعدنية، ما عاوزنا نكتبها. تمام، يبقى احنا نختار رقم ب. رقم ب، كيف اقارن بين اجزاء النبات المختلفة؟ هنرجع هنا اهو، هتقول له الجذور، الاوراق، الساق. لسه قايلينها من شوية عشان ما نقعدش نضيع عليكم وقت طويل. انا بيسألني الاختبار بقى اهو، اللي احنا شفت كنا فهمنا ولا ما فهمناش اهو. هنا عندي النبات، البناء الضوئي، خلايا، الغذاء، البيئة، تتكاثر. البناء الضوئي، خلايا، الغذاء، البيئة، تتكاثر. هنا المخلوقات الحية لتنتج أفرادا جديدة، أقول له تتكاثر. علشان تنتج مخلوقات جديدة نعمل إيه؟ تتكاثر. النبات الذي ينتج غذاءه بعملية تسمى، النبات ينتج غذاءه بعملية تسمى البناء الضوئي، لسه قايلينها من شوية.
تتكون أجسام المخلوقات الحية من الخلايا، كل الأجسام المخلوقات الحية، جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية جزء من البيئة. البيئة كلنا عايشين في البيئة، يساعد المخلوقات الحية على النمو والبقاء بصحة جيدة، إيه اللي بيخلينا نعيش في، هو الغذاء اللي بيخلينا نعيش في صحة جيدة، هو الإيه؟ الغذاء. أيوة موجود كده الغذاء صح؟ يلا ننزل تحت نكمل. كيف تحصل المخلوقات الحية على حاجاتها لتعيش؟ أو أقول له من الماء والغازات والغذاء، محتاجة مية وغازات وغذاء. ننزل هنا بيقول لي أفسر كيف تساعد الأجزاء الموضحة في الرسم النبات على العيش. في عندي ساق، وفي عندي ورقة، وفي عندي جذر. أو ده عاوزنا نشرحها له كلها بقى. طيب أنا أقول أهو، الجذر، يمد النبات بالماء والأملاح. مهم التثبيت بقى عشان ايه ما نطولش، عشان يعني. طيب الساق توصل الماء والأملاح المعدنية للأوراق وتحمل الأوراق. الورقة تقوم بعملية البناء الضوئي وتمد النبات بالغذاء اللي هو السكر، اللي هو الايه؟ السكر. أي المخلوقات الحية أكثر انتشارا في بيئتك والمزرعة؟ مش مهم دلوقتي، انزل تحت شوية. أي مما يأتي يحتاج إليه جميع المخلوقات الحية لتعيش؟ طبعا بتحتاج إلى الماء. أي المخلوقات الحية أكثر انتشارا في بيئتك ولماذا؟ طبعا لو ممكن نقول النبات والحيوانات لكثرتها، ممكن نقول النباتات الحيوانات نموذج اختبار. حل الاثنين اللي قصاد بعض. ننزل بيقول لي انظر الى الصورة المجاورة. هنا اي مما يلي يعد من المخلوقات الحية؟ شايفين الرمل ولا الصخر ولا النبات ولا ضوء الشمس؟ طبعا النبات. الناحية الثانية ضوء الشمس، الأكسجين، العملية دي ما الذي يبني تبينه الصورة؟ البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي، ضوء شمس وثاني أكسيد كربون داخلين مع ماء طلع أكسجين، وطبعا بيطلع كمان سكر للنبات.
ننزل تحت شوية عشان نكمل. ما الذي تبينه الصورة؟ انظر إلى صورة هذا المخلوق الحي. طيب نخلي ننزل تحت كمان شوية. أي العبارات الآتية؟ هنا طبعا الصورة بتاع المخلوق الحي هذا يتغذى على المخلوقات حية أخرى، ولا يشرب الماء، ولا يضع البيض، هو بيتغذى على مخلوقات حية أخرى حتى يعيش. بيقول لي أي العبارات الآتية يصف ما تحتاج إليه الحيوانات؟ الحيوان محتاج إيه؟ محتاج مكان وماء وغذاء وأكسجين. ماء وغذاء ومكان وأكسجين. أي أجزاء النبات تشكل قوام النبات؟ الساق. 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 طيب ننزل. ننزل تحت هنا. أي أجزاء من الأجزاء التالية في النبات تقوم بتصنيع الغذاء؟ مين اللي بتصنع الغذاء؟ لسه قايلين في عملية البناء الضوئي، ورقة. ورقة اللي هي الورقة يعني. أي أعمل جدول كما هو أدناه ووضح أجزاء النبات وكل وظيفة منها. طيب أقول له الجذر، اكتب له هنا كده الجذر، الوظيفة بتاعته جمد، النبات، أو نقول كده على طول عشان نختصر، امتصاص الماء والأملاح. والأملاح امتصاص الماء والأملاح. طيب بعد كده عندي الساق يوصل الماء والأملاح ويحمل الأوراق. بعد كده عندي الورقة، هنقول له صنع الغذاء، بتصنع الغذاء في عملية البناء الايه؟ الضوئي. آخر حاجة اهي هخليها لكم لون ثاني علشان ما يدخلوش في بعض. اهي يبقى الورقة بتصنع الغذاء في عملية البناء الضوئي. نمسح. فيما تتشابه الحيوانات والنباتات؟ كلاهما من المخلوقات الحية، ولا كلاهما يتحركان، ولا كلاهما يحتاج إلى غد؟ يبقى هما الاثنين من المخلوقات الحية. وهكذا نكون قد انتهينا من تدريبات الفصل الأول وشرح الدرس الثاني. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.